لكن الهاتين في اللقطة الماضية استلمها على دفعتين، مطالبة بوجود خطأ من قبل جماهير المنتخب السوداني. عادت الآن على الجهة اليسرى، كرة توصل لمصلحة المنتخب التونسي، تمريرة ممرور ممرور مرور خطير، الله جول ثاني في المباراة، هدف ثاني في المباراة عند الساعة، دقة الساعة سجل المنتخب التونسي ثاني أهداف المباراة، لمسة ثم غمزة ثم تسديدة قوية يسجل منها زهير الزوادي هدف المباراة الثاني. لاحظ اللقطة مر وعدى ثم أخذ الكرة، ناظر ناظر الشباك وجدها خلالها تتحرك شباك سودانيين للمرة الثانية، فرحة تونسية للمرة الثانية. لاحظ المرور ومن ثم المرور ومن ثم النظرة ثم التسديدة بالقدم اليمنى على يسار حارس المرمى بعدي، هدف ثاني في المباراة.